اهلا وسهلا ومرحبا بمتابعين ومتابعة جريدة نيشان. الان احنا اليوم في دوار سلاتين، يعني مع واحد السيد اللي توفى العم ديالو، خلى لي واحد المحل في الارث ديالو. هاد السيد هذا اللي خدم في هاد المحل هذا لواحد المدة، تفاجأ بلي واحد السيد تيجي كيخرجوا من هاد المحل. يعني غادي نحاولوا نقربوا من المتتبعين جريدة نيشان الان، يعني من هاد المشكل ديال هاد السيد. كنقدم هاد النداء للناس المسؤولين يطلعوا عليا على هاد المحل. هاد المحل الاوراق ديال سلاتين، تيتر سلاتين، وهادي اهابه عطاها لعمي حياته الله يرحمه. الله يرحم هاد الناس ديال مجموعين. ملي توفى العم ديالي بقيت انا في المحل، جا عندي هاد الشخص هذا قال لي تخوي لي هاد المحل على ايد المقدم. انا بقيت في المحل، بقيت حتى 2019 شهر 7 10 فيه 2019 سد لي المحل. اليومنا هذا علاش سد لك المحل؟ سدوا، قال لك حاكم ليه، حكم عليه المحكمه. واش عنده شي وثيقه بلي عنده؟ اسمها اداريه، شهاده اداريه كتبها مع شي واحد اخر. واش تيتر نعمه سيتي تكتب؟ هو من تيتر هنا ومحبس، ام تيتر ومحبس. يعني شحال هادي وانت كتخدم في هاد المحلات؟ تنخدم نعمه سيتي من 2013 شهر 11 توفى العم ديالي، راه عندي الشواهد. سوليت انا المحل هذيك الوقت، جاني هو في 2014 دعاني قال لي تخوي لي المحل. المهم قلت لي انا ما عاديش نخوي لك المحل، المحل ديال عمي، وهاد الناس نعمسي راه عارفينو ديال من، ولكن كان حتى مشكل. دابا ما بغاوش يشهدوا للبوليس، شحال من مره، عده مرات جاو البوليس هنا وتيحكموا من صالح نعمسي، وانا تدوز ليا كل اي وثيقه تتمشي ليا. يعني هو في المحكمة تيحضروا معاه الشهود؟ أييه، تيحضروا الشهود ديالو، والشهود ديالو نعمسي جوج العيالات دايرين مع سميتو زكير، شادين ليا محل وباقي تدعي معاهم، راه أنا وياهم في الشرع، ودارهم شهود عليا، فيهم مرت العم هاي وارثة معايا هنا، الشهادة ديال إيرتها، وحدة متربية، وحدة لا نقل جمال، ودارهم شهود. وتيحكموا ليه هو، وانا تيدوزوا ليه للحفظ. هو كان مرشح هاد السيد، هاد الخلق هذا كان مرشح، وتيدي عداد سولو فاسمع في مقاطعة النخيل، راه عدات ملفات عنده، وعنده محلات اخرين عدات ملفات، وتيدي العباد الله ديالو. لا لا ديال الناس، هذا المحل هو الاخر لي، انا اللي وحلت ليه. قال انا بغفل عليا، لا ما كان عنده علاقه والو، تينصب عليه وتينصب عليا انا. وعمي انا الله يرحمه ملي تيموت يقول لي كون على بال من هذاك لا يدي لك هذاك المحل، مع شي حاجه بنيها هنا الله عشوائيه، بناها باعها، قال بالك حتى هذا مات هذا السيد نتخطاش